الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الجملي انا هي القروه بنسمي على الحلو، بنسمي على المقروض، بنسمي على الزلابيه، وبنسمي على الفرق قروه، فهمتني؟ وعنا الحاجه عنا الفرق ملذوذه هذه بسمن، فهمتني؟ وجلجلان ولوز، فهمتني؟ تحكي على من على المواطن، المواطن راه زاد مسكين، زاد ظروف وتعب شويه، كل قدير وقدر، واحد يحب رطيل، واحد يحب نص ورطل، واحد يحب كيلو. توا الزلابيه الصفراء نخدموا زلابيه صفراء، فما نوعين من الزلابيه، زلابيه الحمراء وزلابيه الصفراء. يعني نخدموا لنا السفرة بجلابية السفرة ونخدموا المخارق الملذوذة بس بسمن وعظام وزيت، فهمت؟ وجلجلان ولوز، صلي على سيد النبي بس أكثر. الجلابية بصفة خاصة أي إنسان معنى الصايم يشتهي كما تشتهي الراية، راية المراكم يشتهي الراجل يحبه منا حويجة بي حويجة نظيفة أكثر على عينيك. فوق المئة سنة عند المخارق وجلابية في القروان، أنا من اللي كانت بتحت الصور بتاع باب تونس، وين باب تونس على اليسار كانت فما الفطايري وكانت المقارق وكان وما كانتش حوانت هكا، كانت الناس ما يعجنوش على المكان، يعجنوا في المعجنة تحت السور بالمعجنة، المعجنة العربي يبدأوا يعجنوا، فهمتني؟ رجال هذوك الله يرحمهم ما مشي تعلمنا عليهم احنا الصنعة، فهمتني؟ كان تزليب المقارق الناس من ماضي ساعتين بتاع الليل في رمضان معناها يتسحر في حانوته في مكينة ويعجن ويحذر ويريقل، وما كانش الزلابية ذي المخارقة ذي الملتوذة، كانت المخارقة العادية الجعبة يسميها الجعبة. مصلي على سيد النبي محمد ناجي. والله أنا أصيل القيروان ناشي في تونس، نجي كل عام بالذمة الوقت ذي في رمضان، نجي ناخذ من هنا المخارقة الزلابية ليلي والحبيبات والجيران الأقارب الكل سنسنا بها المخارقة الملتوذة ذي بتاعنا، والزلابية بتاعنا عندها خاصية جويدة تفهم فيها، بالأخص كي تكون شايحة شوية مش حور متعة فيها، فهمتني؟ وتقعد نروحوا بها، تقعد تصبر في الدار وناكلوا سنسنا بها، عندك هي وعندك الخبز تاع قروان زاد ما تنساهش، نمشيو ندوروا لهنا وكثم كوش لهنا عنده خبز مبسس بايز، كما كوش سيدي بوفندار، خبز الكوشة نتاع بنقوتا في القرقبة، يعني ثم برشا حاجات تشم عليهم ريحة سيد رمضان في كل عام. ثوثة ما فيهاش برشا عجين وفيها برشا فيكا، فهمتني؟ ما ماخذ حقها من الفاكهة. سيد رمضان تولي موجودة والناس كل تهفت عليها، لكن في بقية الأشهر اللهم سير كوموند، وظهر لي هكا جماعة يشطروني الرأي سير كوموند، معناتها في بقية الأشهر إذا اللي حاجك بحاجة هكا يعطيها لك بالذمة، أما في رمضان الناس كل تهفت عليها. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.